بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. إن شاء الله هنتكلم عن الجوينت أفكشنز أو إصابات المفاصل في الخيول. طبعا بداية لازم نعرف الأناتومي بتاع الجوينت. فالجوينت بيتكون من زي ما هنشوف بعد كده. الجوينت بيتكون من الجوينت كبسول اللي هي بتحيط الاثنين اكستريميتي بتاعت البون، وطبعا بتبقى مليانه بالساينوفيال فلويد، وبتبقى لايند من الداخل بالساينوفيال ميمبرين اللي هو بيفرز الساينوفيال فلويد. في عندي بري ارتيكولار كارتليج زي الليجامنت، زي الجوينت كبسول زي ما احنا قلنا الساينوفيا، ودي عباره عن الترا فلتريت من البلازما. يهمني جدا ان انا اعرف المفاصل الجسم المختلفة. فمفاصل الجسم في الفور ليمب بيبقى عندي بالترتيب كده من فوق لتحت: الشولدر جوينت، الالبو جوينت، الني جوينت او الكربال جوينت، الفيتلوك جوينت، الباسترن جوينت، والكافين جوينت. في الرجل الخلفية فعندي الجوينت بالترتيب من فوق لتحت كالاتي: الهيب جوينت، والستايفل جوينت، والترزل جوينت او الهوك جوينت، وبرضو الفيتلوك، والباستر، والكافين جوينت. طيب اول افكشن هو عندي الكونتيوجن، والافكشن التاني هم السبرين. طبعا الاتنين بيتشابهوا في الكلينيكال ساينس وفي التريتمنت، فعشان كده هنشرحهم مع بعض. الكونتيوجن نتيجة خبطة في الجوينت، ممكن تكون خبطة بس هي عملت شوية كونتيوجن وشوية كدمات في الجوينت، وممكن تكون الخبطة وصلت لمرحلة ان هي عملت كسر في الارتيكولار بون او ليجامنت سبرين. والليجامنت سبرين اللي هو التواء الرباط. ويهمني برضو ان انا اعرف في البداية الفرق ما بين الليجامنت والتندون. الليجامنت هو الرباط اللي بيمسك العظم ببعضه عشان يعمل لي الجوينت. اما بالنسبة لي التندون فهو اللي بيمسك المصل بالبون كانسيرشن او اوريجين للمصل. السبرين نتيجة ان في التواء في الرجل، حصل التواء في المفصل، اتكعبل الحيوان او وقع او خد خطوة غلط، او حصل اوفر اكزيرشن على الرجل، زيادة في المجهود على المفصل او الرجل، حصل جوينت روتيشن، العظم لف حوالين بعضه، وتمبرالايزيشن بنسميه الجزع، يعني حصل ايه، حصل جزع. والكلينيكال ساينس في الحالة ديت انا عندي انفلاميشن، يبقى مش هبعد خالص عن الكاردينال ساينس اوف انفلاميشن اللي خدناهم في الانفلاميشن، الا وهي السويلنج، ودي بتبقى نتيجه ساينوفيال افيوجن. الساينوفيال افيوجن هو زياده افراز الساينوفيا داخل الجوينت كبسول. التاني حاجه البين، ودي بيظهر في الباسيف موفمنت، يعني لو جيت مسكت المفصل وحركته يمين او شمال او لفوق او لتحت او اي حركه اللي هي دي الباسيف موفمنت بتاعت الجوينت، انا بقى الحيوان بيحس ببين. واللوس اوف فانكشن بيبقى في شكل الليمنس او العرج، ودي في السيفير سبرين في الالتواء الشديد. طبعا التريتمنت هنا اولا نعمل ريستنج الحيوان، ثاني حاجه بعمل الهيدروثيرابي الكولد فومنتيشن فولود باي الهوت فومنتيشن بالطريقه اللي انتوا خدتوها في التريتمنت بتاعت الكرونيك انفلاميشن. انتي فلوجستيك مضادات للالتهابات المختلفه، بقى عندي الفولترين جيل، وعندي اي انتي انفلاماتوري جيل، بعمل مساج، والمساج يكون في اتجاه واحد وهو الاتجاه اللي يؤدي الى او في اتجاه القلب او في اتجاه الفينوس درينج والليمفاتيك درينج، مش اتجاه الارتيريال سبلاي، في الاتجاه اللي راجع للقلب. طبعا بعمل باندج، بعمل رباط ضاغط عشان امنع او اقلل السويلنج بقطن، وابدا اعمل فيزيوثيرابي بعد فتره من الريست عشان خاطر اقلل شويه فرصه الادهيجن والاستيفنس، افك الرجل يعني او افك المفصل. وديت بعض الانتي انفلاماتوري او الانتي فلوجوستكس اللي موجوده في السوق. الديسلوكيشن اللي هو خلع المفصل والفراكشر، برضو الاثنين مع بعض بيتشابهوا في الكلينيكال ساينس وبيتشابهوا في التريتمنت. اللي حصل في الديسلوكيشن نتيجه خبطه او نتيجه باراليسس في المصل، او ممكن تكون في بعض الاحيان كونجينيتال
زي ما بيحصل في الاطفال ديسلوكيشن للشولدر او ديسلوكيشن للهيب جوينت، بيحصل عندي كومبليت او انكومبليت ديسبليسمنت اوف الارتكولار اكستريميتيز، يعني يا اما العظمتين بيفضلوا ملامسين لبعض ولكن مش في وضع الارتكوليشن الطبيعي، او الاثنين اكستريميتي بيبعدوا عن بعض ايه عن بعض خالص، وبالتالي يؤدي طبعا هنا الكلينيكال ساينس هتبقى اشد من الكلينيكال ساينس في الاثنين افكشنز التانيين. هنا هنلاقي في سيفير انفلاميشن في شكل برضو زي ما احنا قلنا سيفير سويلنج وبين لوس اوف فانكشن اللي هو في شكل ليمنس، وفي المرحله دي بيبقى اسمه نون ويت بيرنج ليمنس، يعني الحيوان ما بيقدرش يحط رجليه على الارض ويحمل عليها وزن، و بلاقي ان في اموبيليتي للافكتد جوينت نتيجه ان العظم ركب على بعضه، الرجل بتقصر او الليمب بتقصر، بالاضافه ان ما بقاش في ارتكيوليشن خلاص، ما بقاش في الحركات الطبيعيه سواء فليكشن سواء اكستنشن سواء ادكشن او ابدكشن، نتيجه ان العظم ركب على ايه على بعضه. بالنسبه للفراكشر انتوا خدتوا الفراكشر بالاستفاضه، ولكن لما نيجي نتكلم عن الفراكشر على مستوى الجوينت فبنتكلم على الاوستيوكوندرال تشيب فراكشر زي ما موجود في الصوره، بيتكلم على السلاب او السلايس فراكشر زي ما موجود في الصوره، او الكوندويرال فراكشر زي ما موجود في الصوره. التريتمنت بتاع الاثنين افكشنز لازما هو التريتمنت بتاع الفراكشر، اعمل ريدكشن، اعمل جوينت اموبلايزيشن، ادي ميديكال تريتمنت وفيزوثيرابي. طبعا ديت اللي هي الجبسونه الطبيعيه اللي هي على ايدنا الشمال اللي هي العاديه جدا، والتوميتو كاست او الداينا كاست اللي هي البلاستيك او الفايبر جلاس اللي هو الجبس اللي هو الفايبر جلاس. الافكشن الخامس والمهم جدا برضو اللي هو الارثرايتس اللي هو الانفلاميشن للجوينت. طبعا هو انفلاميشن للجوينت يشمل طبعا الجوينت كبسول والبون والكارتليج والليجامنت، وهو اللي بيسبب لي تقريبا نسبه من 28 ل 42% من حالات الليمنس في او العرق في الاكواين، وبيتميز بالوير اند تير. يعني ايه وير اند تير دامج؟ يعني بلاقي ان الكارتلج بتبدا تتاكل، اللي هي الكارتلج بتغطي الاكستريمتي بتاعت العظم، بيليها على طول التاكل في العظم، وبتبدا كلينيكال ساينس تظهر وابدا اشوف في الاكس راي الاختلافات اللي بتظهر عندي في الجوينت. نشوف الجوينت المختلفة والالتهابات اللي بتبقى فيها او مسميات الالتهابات اللي فيها. مثلا الشولدر جوينت بسميه الام ارثرايتس، الكاربال جوينت بسميه كاربايتس، الفيتلوك جوينت بسميه اوسلتس، والهوك جوينت بيبقى اسمه اسبافن انفلاميشن بتاعه طبعا، والسايفل جوينت بيبقى جونايتس او جونايتس، والهيب جوينت بيبقى كوكزايتس. وديت زي ما احنا شايفين انفلاميشن على مستوى الكاربال جوينت او الكاربايتس فوق في الحصان اللي فوق، وفي الرجل اللي تحت ده انفلاميشن على مستوى الهوك جوينت او الاسباب، انفلاميشن في الصورتين على مستوى الفيتلوك جوينت او الاوسلتس زي ما احنا البولي ارثرايتس يعني انفلاميشن في الاربع رجول في الاثنين كاربال وفي الاثنين هوك في النيوري بورن كاف، وهنعرف سوي انفلاميشن في الكاربال جوينت في القاف والفيتلوك جوينت برضو في القاف. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الارثرايتس اكوردنج تو الاكتيفيتي، طبعا عندي اكيوت ارثرايتس وعندي كرونيك ارثرايتس. الاكيوت بتنقسم عندي لي اسيبتيك تروماتيك اند سيركيولاتوري وسيبتيك تروماتيك اند سيركيولاتوري. كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الطيب، ممكن يكون تروماتيك او سيرس ارثرايتس، ممكن يكون سيبتيك ارثرايتس، ممكن يكون اوستيو ارثرايتس او دي جي دي اللي هو اسمه ديجنريتيف جوينت ديزيز، ممكن يكون الانكيلوزيس او الانكيلوتيك ارثرايتس، ممكن يكون ميتابوليك او ريكتس، ممكن يكون نيوبلاستيك ارثرايتس، ممكن يكون ديجنريتيف ارثرايتس، وممكن يكون روماتيك ارثرايتس. طيب الروماتيك ارثرايتس بيحصل نتيجه الفريكوينت اكسبوزنج لالترناتيف كولد اند هوت كونديشن في البوفاين والكارنيفورا، وبالتالي بيعمل شيفتنج الانفلاميشن، بتلاقي ان العرق او الالم بيتنقل من مفصل للتاني. طبعا التريتمنت بقدر ان انا او بمنع الكوز ان انا بحمي الحيوان من الكولد والهوت كونديشن، ودي الانتي فلوجوستكس او الاستال سلسليك اسيد اللي هو بيزود سيوله الدم للمكان مع المساج بالكاونتر ايريتنت. الميتابوليك ارثرايتس وده بيبقى نتيجه المينرال امبالانس، والنيو بلاستيك ارثرايتس زي الكوندروسر. الانكلوتيك ارثرايتس من الارثرايتس المهمه جدا، وبينقسم عندي للكرونيك كرونيك، هو عباره عن كرونيك فورم اوف ارثرايتس كاركترايزد باي الفيزيكال امبيرمنت اوف الجوينت موفمنت، يعني خلاص المفصل بيفقد الحركة الطبيعية من انفليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن، ومنه كومبليت انكلوزس ومنه الانكومبليت انكلوتيك ارثرايتس. طيب الكومبليت انكلوتيك ارثرايتس بيحصل ديستراكشن للكارتليج
بيحصل ديستراكشن للكارتج اللي عندي، وزي والكارتلج، وجود الكارتلج مغطيه الاكستريمتي بتاع العظم هو اللي بيعمل كنترول للبون جروس. اول ما يحصل كارتلج دامج بيحصل نيو بون جروس على مستوى المفصل، وبيحصل فيوجن ما بين الاثنين ارتكولار سيرفيس، خلاص كلبشوا في بعض فما بقاش في حركه، ودي بتبقى بدايات او بتظهر في البدايه كخشونه في المفاصل، وبتنتهي ك زي ما احنا قلنا انكلوتيك ارثرايتس، خلاص ما بقاش في تمفصل. الانكمبليت نتيجه ان في خبطه او في انفلاميشن حوالين المفصل، في التيشو اللي حوالين المفصل، التيشو دي اتحولت من اكيوت انفلاميشن لكرونيك انفلاميشن وفايبروزس، فعملت تصلب في الانسجه اللي حوالين المفصل، وممكن بعد كده يحصل فيها كالسيفيكيشن. طيب التريتمنت في النوع الاولاني، خلاص حصل انكلوزس وما بقاش المفصل مفصل، فبنضطر ان احنا نعمل ارتفيشال جوينت بروسيس، ان احنا نزرع مفصل جديد، ودي طبعا عمليات الطفره في 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 امراض المفاصل دلوقتي. التريتمنت بتاع الانكمبليت، لاما احوله لي كومبليت عشان اقلل البين اللي موضوع على الحيوان، بس الكلام ده لو انا فشلت في الخطوه الاولانيه، وهي ان انا احوله من كرونيك انفلاميشن، احول الانفلاميشن اللي في البري ارتكولار تيشو من الكرونيك انفلاميشن لاكيوت انفلاميشن بالمساج والكاونتر ايريتانت والفيزيوثيرابي. التروماتيك ارثرايتس بقى عندي ممكن يكون نتيجه الميكانيكال كوز، سنجل او ريبيتيتيف ايبيسودز تروما، الحيوان بيرقد مثلا على ارضيه صلبه فحصل تورم والتهابات في المفاصل، او نتيجه ان الخبطه قويه جدا هي كانت السبب الرئيسي، وممكن تكون سيركيولاتري كوز، ودي بتحصل دايما لو الحيوان وقف لفتره طويله، الدم ما يحصله ستجنيشن في المفاصل الرجل، وطبعا الرجل هتورم وهنخش فيه تروماتيك ارثرايتس. طيب وان من تروماتيك ارثرايتس ده بيبقى فيه بس ساينوفايتس، التهاب في الساينوفيال ممبرين وفي الجوينت كبسول، مفيش مشكله في الارتيكولار كارتليج ولا في الليجامنت. طيب اتنين، وده بيحصل ديستيربانس في الكارتليج والليجامنت والمينيسكاي اللي هو غضروف الركبه، وممكن يحصل معاه انترا ارتيكولار فراكشر. طيب تلاته، وده بيبقى في وصل لمرحله اوستيو ارثرايتس او انكلوزس والدي جي دي اللي هو خلاص حصل تصلب في المفاصل. لو هنتكلم عن تايب 1 اللي هو الساينوفايتس والكابسولايتس، الافكشن اللي عندي كلينيكال ساينس بتاعته بتبقى الانفلاميشن الطبيعي، السويلنج نتيجه ساينوفيال افيوجن مع بين مع ريدنس، اللوس اوف فانكشن في شكل ليمنس، بيبقى لايت ومودريت على حسب الافكشن اللي عندي، والاكس راي بس بتديني صوره او صوره الجوينت بيبقى مليان او بيبقى ديستندد جوينت كبسول، مفيش مشاكل في العظم، مفيش مشاكل في البون. التريتمنت بتاعه اللي هو التريتمنت الطبيعي جدا اللي هو الريست، الكولد فومنتيشن، الانتي انفلاماتوري، ممكن في بعض الاحيان ان انا احقن داخل الركبه بعض المواد العلاجيه اللي هي بتقلل الانفلاميشن زي الصوديوم هيليورونيت، البولي سلفيتد جلوكوزا ماينوجليكانز، او الديمسو اللي هو الدايميثايل سلفوكسيد، وفي بعض الاحيان لو ممكن اضطر ان انا اعمل حاجه اسمها ساينيفيكتومي، في جزء من الساينوفيال ميمبرين ملتهب جدا هايبرتروفايد على طول بيفرز كميات كبيره من الساينوفيا، فبضطر ان انا استأصله واشيله خالص واعمل بريجر بانش. ديت طبعا بعض الانتي انفلاماتوري اللي موجوده في السوق النوع البشري، سواء الفولتارين سواء الدوكلوفين سواء الفيلدين، ديت بعض الانتي انفلاماتوري الثانيه اللي موجوده في السوق البيطري، ديت بعض الكورتيكوسترويدز والجلوكوزا ماينو بلوسلفيتد جلوكوزا ماينو جليكانز.